الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فأبدأ من حيث استمعنا إلى كتاب الله عز وجل، إلى قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وهنا وقفة علمية لغوية بلاغية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أبينها، أكاد أعلنها لينتبه الناس وليأخذوا حذرهم. ومن معاني الهمزة في اللغة العربية أنها تأتي لمعنى الإزالة، مثل قسط وأقسط، قسط قسطا ظلم وجار وحاد عن الحق، قسط قاسط ظلم ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأقسط بالهمز أزال القسط، أي أزال الظلم، إن الله يحب المقسطين. فالقاسط ظالم والمقسط عادل، والهمزة هي همزة الإزالة التي أزالت القسط، مثلها خفى وأخفى هنا، أي همزة الإزالة أكاد أزيل خفاءها وأعلنها للناس. وكأن النص يقول: الساعة من شدة وضوحها وبيانها وبيان علاماتها كأنها واضحة تحتاج إلى إخفاء لا إلى بيان. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي من رباط حذائه، والنار مثل ذلك. بعض الناس في الأيام الأخيرة من رمضان أو بعده، بعضهم يصيبه حالة من الفطور، وبعض الناس بعدما يتوقعون ونسأل الله القبول أنهم قد قاموا ليلة القدر، وبعضهم يكاد يحددها بالسابع والعشرين، بليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، مع أنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يظن أنه قد أدى الذي عليه وأن الأمر قد انتهى، وربما فطرت همته. من علامات قبول الطاعة يقول الحسن البصري رحمه الله: إن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن علامات قبول الطاعة حب الطاعة. فمن علامات قبول الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب الصلاة والقيامة وأن تحب المسجد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ليس معلقا بالمساجد في رمضان وهاجر لها بعد رمضان. رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد. وقد قالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، حياته فيه وروحه فيه، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فإذا ما جاء قبل الصلاة لا يزال أحدكم في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فإذا صلى ومكث في المكان الذي صلى فيه حتى وإن لم يفعل شيئا، مجرد مكس في المكان، تظل الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. أما حال المنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يأتي متأخرا ويكون أول الخارجين، بل إن بعض الناس يحرص إلى الجلوس إلى أقرب الأبواب، فإذا ما سلم الإمام كان أول الخارجين، لأن نفسه وقلبه ليس معلقين بالمسجد. المؤمن في المسجد مستقر كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. ثم إن الذي ذاق حلاوة الصيام لا يمكن، لتمنى أن يكون العام كله رمضان من شدة ما لقي من الخير والأنس بالله عز وجل. فإذا ما انتهى رمضان فتح الله لنا بابا واسعا من الفضل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، بقي من العام ستون يوما، فمن صام ستا من شوال أتم بها العدة وكأنما صام الدهر كله، أتم عدة أيام الدهر. ثم إن الأهم، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص من الأيام شيئا، قالت كان عمله ديمة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم إن الله عز وجل أخفى رحمته في طاعته وأخفى غضبه في معاصيه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بخواتيمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول السيدة عائشة وأنت يا رسول الله
أي وأنت تخشى سوء العاقبة وأنت تخشى تبديل حتى أنت يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف لا كيف لا وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله. ولذا علينا دائما بأمرين: الأول أن نديم سؤال حسن الخاتمة، نسأل الله دائما حسن الخاتمة. وقالوا: إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه إلى حسن الخاتمة. ومن وقد قالوا: من مات على شيء بعث عليه، فمن مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات صائما بعث يوم القيامة صائما، ومن مات قارئا للقرآن وهو يقرأ القرآن بعث يوم القيامة مرتلا، ومن مات شهيدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يقطر دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يقطر دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجاء عربي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أهاجر معك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأوصى بعض أصحابه به خيرا. فلما وصلوا إلى المدينة جاء عطاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حظه من العطاء وأرسله إليه. فلما وصل العطاء للأعرابي قال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم، أي عطاء، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل بعطائه، ثم انظر ماذا كان منه. جاء بعطائه، قال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمك، هذا نصيبك وعطاؤك. فقال الرجل: أو على هذا بيعتك يا رسول الله؟ ما على هذا بيعتك؟ وما على هذا اتبعتك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلما بيعتني إذن، وعلام اتبعتني؟ قال له الرجل: بايعتك على أن أهاجر معك وأن أجاهد معك وأن أقاتل معك وأن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى اللباب من عنقه، فأرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، ومن تمنى الشهادة بحق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى كان القتال.
وأبلى الرجل بلاء حسنا ثم أتي به محمولا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أهو ذلك الأعرابي الذي قال كذا وكذا؟ قالوا: هو يا رسول الله. فنظروا فوجدوا السهم في المكان الذي أشار إليه عندما قال: بايعتك على أن أتبعك وأن أهاجر معك وأن أقاتل معك وأن أرمى بسهم ها هنا. وجدوا السهم في المكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم إن عبدك هذا قد خرج مهاجرا يبتغي الشهادة فمات شهيدا وأنا عليه شهيد. أي شهادة بعد هذه الشهادة؟ اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا يبتغي الشهادة فمات شهيدا وأنا عليه شهيد. إن تصدقوا الله يصدقكم. ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، ولكن بشيء وقع في قلبه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى قلبي وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نسأل الله أن نكون منهم وأن يجعلنا مع المتقين الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. الأمر ليس صعبا، القضية في صدق النية والتوجه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وسأله أحد الناس يوما: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. يقال فلان شخص مستقيم، ويقال على الصراط المستقيم. وفي الفاتحة:
اهدنا الصراط المستقيم. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والمستقيم لا ينحرف أبدا ولا يخرج عن خط الاستقامة. سبيل الله واحدة وسبل الدنيا والشيطان متعددة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل ربي الله ثم استقم. فما جزاؤك إن استقمت؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وتعلمون أن الملائكة إنما تتنزل على النبيين، لكنها تتنزل على عباد الله الصالحين، وتتنزل عليهم في لحظات صعبة، في سكرات الموت. يأتي ملك للإنسان المؤمن يقول له: لا تخف يا عبد الله ولا تحزن، وأبشر بالجنة التي كنت توعد، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا مما خلفتم خلفكم من الأموال أو الأزواج أو الأبناء، فهم في كنفنا وعنايتنا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. وماذا تريد بعد إن كان الله وليك؟ أليس الله بكاف عبده؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فإن كان يوم الحشر أصعب الأوقات، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، التي في الشهر الأول تضع، والتي في الثاني تضع، والتي في الخامس تضع، والتي في السابع تضع، تضع بأوان وبلا أوان. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم يحشر الناس حفاة عراة، تقول السيدة عائشة للنبينا صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة يا رسول الله؟ يقول: نعم يا عائشة. الرجال والنساء يا رسول الله؟ يقول: الرجال والنساء يا عائشة. الرجال والنساء يا رسول الله؟ يقول لها: الأمر أشد يا عائشة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما ولدتكم أمهاتكم حفاة عراة فرادى مفردين من الأهل والصديق والمال والولد، وليس لك إلا ما قدمت. في هذه اللحظة يتلقى الملائكة عباد الله المؤمنين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، قال بعض أهل العلم:
كما يبعث الله ملكا يبشر عبده المؤمن ساعة الاحتضاء وخروج الروح، يبعث له ملكا آخر يوم الحشر يتلقاه عند قبره، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لمثل هذا فليعمل العاملون. وها هي كما انفض وانقضى الشهر الكريم، وكما مرت سنوات العمر طويلها وقصيرها، فإنما بقي أسرع مما مضى. ومن علامات الساعة تقارب الزمان وتسارعه وعدم الإحساس به. ولما سئل سيدنا نوح وهو الذي عاش 1000 سنة إلا 50 مبلغا: يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قال: كرجل بنى بيتا جعل له بابين، دخل من باب وخرج من الآخر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وليس معنى ذلك ألا نعمل، بالعكس، من واجبنا أن نعمل وأن نجتهد وأن نجد وأن نعمل على عمارة الكون وصناعة الحضارة، وأن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. فقد قالوا: ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. نسأل الله أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمر رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.